إذن القضية مش كلام يرد. حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان، صح، لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد. سليم. نعم. ينفسه له في أجله فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول مع وضع اليد ايضا لا مش شرط، يعني ممكن تضع اليد وضع اليد مع الفاتحه، مع الفاتحه، او ممكن ايضا ممكن تضعها على راسه او بجوار، يعني جنب، يعني التواصل. الله، يعني يستشعر ان اخوه المسلم جاي يرقي وكذا، سبحان الله. وبعدين ايه؟ اللهم اذهب الباس، رب الناس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل، نعم، بهذا الدعاء، بهذا الاخلاص يحصل الخير كله، سبحان الله، والباقين يؤمنوا. نعم. سبحان الله. وفي روايه ايضا يعني ان اضع سبابتي على فمي هكذا، ثم على الارض، ثم اضعها على الارض، ثم اضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند واقول بسم الله، تربه ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. مرة ثانية. بسم الله. تربة نريد الحركة. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا سلام. أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. مرة ثانية. بسم الله ثلاث مرات. بسم الله ثلاث مرات. نعم. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي، ما هم يقول أحد يرقي نفسه، لم يأتي أحد يزور، اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه، يضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني لا نجد مريضا كل هذا الكلام، يقول متعب تعبان، ايه تريد الطبيب، انا كذا. قد يكون الالم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب، بمعنى انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله. الله، يعني ياتي في هذه القضيه قال سيدنا يعقوب. إنما